طبعا في حاجات كتير جدا، ولكن طبعا في البدايه طبعا برحب بنجم النادي الاهلي السابق والمدرب السابق لمنتخبنا الوطني الكابتن ضياء السيد. وممكن كنا قاعدين بنتفرج انا وهو وفي قمه السعاده بصراحه، حاجه تشرف وحاجه تفرح بجد. كابتن ضياء منور بركات، مبروك، الدنيا ليلة ومبروك. حمراء وقميص احمر وحاجه زي يعني الفل. الدنيا ماشيه زي الفل. لا طبعا مبروك، النادي الاهلي عمل مباراه كبيره جدا جدا، مباراه زي ما انت قلت كان في حاجات احداث قبليها كلها خادعه. دي ميزه الجهاز الفني وكل الناس اللي شغاله انهم طلعوا اللعيبه بره المواضيع الجمهور، ما فيش جمهور، في اصابات، ما فيش اصابات. ميزه النادي الاهلي وانت اكتر واحد عارف ده وانا عارف ده، انك انت بتشتغل على نفسك بس. بالظبط، يعني انت بتشتغل على نفسك وبتبعد نفسك عن كل الاحداث اللي هي ممكن تاثر بشكل كبير جدا. وده بيخليك انك تبقى عارف الهدف بتاعك والاهداف بتاعتك، وده واضح. والاسلوب ده كولر زوده كمان وما خلكش تبقى قلقان حتى من غيابات، في غيابات بتبقى مؤثره. بالظبط، هو عمل وضعيه داخل التيم. ده الاصابات الطويله كمان يا كابتن اكرم في عز ما هو اكرم اهم واحد في الفرقه وكريم اتصاب، كريم كان في عز ما هو واحد. اهم واحد في الفرقه مظبوط، اتصاب. فعايز اقول لك ان هو من وبعدين ابتدى بهجوم، انك لا ما ينفعش، لازم تثبت التشكيل، لازم اللي هي انت عارف اللي هي الثوابت اللي عندنا اللي هي ما بتتغيرش اللي دايما بنتكلم بالظبط. فيها. هو غير ده، عنده قناعه انه اللعيبه اللي عنده كلها مستواها كويس، كلها في الليسته، كلها تلعب في اي وقت. فما ابتدى يعمل ده وبقى فيه من نجاح لنجاح لنجاح، ثبتت عند الناس ان الروتيشن ده حاجه جميله جدا، وان الروتيشن هو غير المفهوم عشان ده. عشان بقى في ثقه كابتن ضيا. بالظبط، ما هو المكسب هو اللي بيجيب الثقه. فمع المكسب ومع انه اللعيبه تدخل في منافسات مع بعض، الاجنحه تخش مع بعض والسترايكر تخش مع بعض والسردباكات ونص الملعب، فبصراحه هو عامل حاله جميله جدا، ومع الشغل الفني اللي بيعمله. عشان كده هو الامور ماشيه مع النادي الاهلي، شغال على نفسه بشكل كويس، عارف الهدف محدده وبيقفل على اللعيبه وبيشتغل بيها، والحمد لله في نجاح. طب انا بامانه بقى، بامانه كابتن ضياء، هل انت كنت متوقع الفوز الكبير قوي ده؟ يعني طبعا. بص في عز ما احنا قاعدين عمالين نتكلم نقول ايه يا ده، لو الاهلي تعادل حلو، لا بظروف انت بتتكلم لو كسب واحد يا سلام، في الرابع والخامس دلوقتي. يعني شو انت كنت تتوقع؟ لا طبعا النتيجه ولا اي حاجه. يعني احنا لو رجعنا متعادلين كنا هنبقى مبسوطين جدا بشكل كبير جدا. انت بتلعب فرقه كبيره ليها اسمها في البطوله الافريقيه، ترجي عن تاريخ كبير في الكره الافريقيه، ولما بيلعب النادي الاهلي دايما الماتشات بتبقى قويه جدا وفيها نديه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي خد منه قبل كده بطوله وهو خد من النادي الاهلي. فعايز اقول لك انك تبقى رايح وتركز بشكل كويس، واللعيبه تأدي ادوار هايله حسب تعليمات كولر بشكل كبير، انك توصل للرقم 3، فدي حاجه كبيره جدا محدش كان يتوقعها، واي حد كان يقول اتوقع كان تبقى العمليه صعبه. يعني السيناريو يا كابتن ضياء اللي بيمشي بيه كولر المباريات، هو دلوقتي الفتره الاخيره بيلعب مباريات كبيره كلها ومع فرق كبيره، السيناريوهات اللي هو بيبقى حاططها ان هو النهارده مثلا بيبتدي الماتش ان هو ايه ضاغط من قدام، بيخطف هدف بدري، بيرجع بيقفل، بيسيب لهم الكوره، بيروحوا يمين بيروحوا شمال، كله واقف صح، خط النص الديفنس مش عارف، وتطلع بمرتدات زي بتاعت كره كهربا بتاعت الشوط الاول اللي كانت تريحك بدري بالزبط. بدري، وبعد كده تيجي الشوط الثاني، فتتخيل ان هو الشوط الثاني محاوله ثانيه، يعني تتخيل ان الشوط الثاني بقى هيكمل دفاع، لا يطلع يجيب جون ثاني. والترجي كان ليه حوالي تلت ساعه او ربع ساعه رده فعل. بالظبط، ردة فعل كانت فيها هجوم شرس وفيها كور عرضية، الشناوي اتعامل معاها بشكل كويس، كان دي رد فعل. فأنا عايز أقول عندنا محلل أداء كويس قوي، وكولر دايما بيعرف يقرأ المباريات، فهو ذاكر الترجي بشكل كويس وقرا الترجي. ما هي كلها سلسله حاجات بتتعمل صح تؤدي الى نجاحات. طبعا بالضبط. اهم حاجه توصل لنجاحات اداء اللعيبه. يعني انت ممكن تعمل كل حاجه صح وبعدين يبقى اللعيبه نصها ادائها مش كويس، الديفنس بيدافع وحش،
فهو عمل كل حاجة، وأداء اللعيبة كمان عشان وهو الأهم بيساعد على انه يطلع منتج كويس. فالمنتج الكويس انه هو خلاص اللعيبه بقت حافظه ادوارها في 4-1 4-1، ومع كل الماتشات مع الماتشات ما بتزيد الفكره بتثبت عند اللعيبه اللي موجوده ال11 وعند اللي بينزل. طيب.